حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على شرف كبار الضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة. كما حضر الحفل أيضا سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وعدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة وكبار ضيوف المنتدى.